بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قدر المقادير وأجراها على العباد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن موضوع مهم هو من صميم العقيدة، ألا وهو موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر مصدر من قولك: قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. والمراد هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله وقدره وأراده. ومذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن 4 درجات: الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء قبل وجوده، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالثة الإيمان بمشيئة الله الشاملة لكل حادث وقدرته التامة عليه. الرابعة الإيمان بإيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وحده وما سواه مخلوق. ومن أدلة المرتبة الأولى والثانية قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومن أدلة المرتبة الثالثة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. ومن أدلة المرتبة الرابعة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: وهو الخلاق العليم. والتقدير نوعان: تقدير عام شامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، فقد كتب فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات. وتقدير مفصل للتقدير العام، وهو أنواع: النوع الأول التقدير العمري، كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين وهو في بطن أمه من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته. النوع الثاني التقدير الحولي، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الثالث التقدير اليومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله، فمن جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من أركان الإيمان، كما عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر، وهم في هذا الإنكار على قسمين: القسم الأول القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها، وينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ، ويقولون: إن الله أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، فالأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره،
وهذه الفرقة قد انقرضت أو كادت. والفرقة الثانية تقر بالعلم ولكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر، وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا لم يخلقها الله ولم يردها، وهذا مذهب المعتزلة. وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد مجبر على فعله، ولذلك سموا بالجبرية. وكلا المذهبين باطل لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأن قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم يرد على الجبرية، لأن الله أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون إنهم مجبورون لا مشيئة لهم. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، وهذا قول باطل، لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه وربطها بها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يفرطوا إفراط الجبرية الغلاة. فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقعة بقضاء الله وقدره، لا خالق سواه، فأفعال العباد مخلوقة لله، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، والعبد غير مجبور على أفعاله، بل هو قادر عليها وقاصد لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته، وهو المتصف بها الذي يعود حكمها عليه، وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا، كما يخلق المسببات بأسبابها، فهي من الله مخلوقة له، ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه. كما إذا قلنا هذه الثمرة من هذه الشجرة، وهذا الزرع من هذه الأرض، بمعنى أنه حدث منها وهو من الله، بمعنى أنه خلقه فيها ولم يكن بينهما تناقض. وقال السفاريني: والحاصل أن مذهب أهل السنة ومحقق أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله. وأقول إن مما يؤيد هذا أن الله أعطى الإنسان عقلا وقدرة واختيارا، ولا يحتسب فعله له أو عليه إلا إذا توفرت فيه هذه القوى. فالمجنون والمعتوه أو العاجز أو المكره لا اعتبار لما يصدر منهم من الأقوال والأفعال، ولا يؤاخذون بها، مما يدل على أنه ليس بمجبر ولا مستقل بنفسه، والله المستعان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.